استاذ احمد. ايوه اتفضل. ساعد ما جت ادوها حقنة تنيمها، بس بينها جديدة قوي، من ساعتها ما صحيتش. ماهي ماهي ماهي، انا احمد. ماهي تاب، قوم يا حبيبتي، قوم يا ست العرايس. الأستاذ أحمد أهو جاب نفسه عشان يطمن عليكي. شفت باين الحقنة جديدة قوي عليها دي، يا روح قلبي بتصحى من دبة النملة. آسف إن أنا زعلتك مني، أنا مش هزعلك بعد كده يا ماهي. آه والله، مش مصدقاني ولا إيه؟ يا حبيبتي، ده قاعد جنبك من بدري، قلقان قوي وجاي يطمن عليكي. صحيح يا عمك؟ أيوه صحيح، أنا جنبك أهو. طيب، هو أنا ليه جيت هنا؟ أنا السبب في حالتك دي. طيب، الكلام اللي أنت قلته لي في الورشة بجد يا أحمد؟ متتكلميش في أي حاجة دلوقتي يا بيه. أنا عايزك تنامي وتستريحي، وهتصحي من النوم تلاقيني جنبك. انام؟ انا مش زي، بس انا ما صدقت الاقيك جنبي. تفتكر معقول اسيبك وانام؟ حبيبتي لازم تنامي، لازم تنامي عشان ترتاحي وتخفي وتقوم. ايوه اسمعي بقى الكلام ده نادرة ونامي وصدقيني، هتصحى هتلاقيني جنبك مش هسيبك. هو انا عينها وهذا ده؟ لا يا حبيبتي، بعد الشر عليكي، ده كانوا شوية تحبصات كده وراحوا لحالهم. بقولي كده ما تسأليش في اي حاجة علشان خاطري. اوكي، عشان خاطرك انا ممكن اعمل اي حاجة. I'll do whatever it takes. انت طيبة قوي يا ماهي. ايه اللي طيبة؟ دي حبة عيني قلبها زي اللبن الحليب. اوعى تسيبني يا احمد. مش هسيبك يا ماهي، انا جنبك اهو. طيب ممكن ايدك؟ انا مش عارفه انت ليه مصره تمشي يا حبيبتي، انت ماليه الدنيا عليا. ولما انا ماليه الدنيا عليكي ما ترجعي معايا وانا افضل ماليها لك على طول، وسيبك بقى من اللي سايبك لوحدك ده. وفاء ارجوك، انا قلت لك 100 مره ما تكلمنيش تاني في الموضوع ده، انا مرتاحه هنا، مش لازم كل شويه اقعد ابرر وادافع. خلاص يا حبيبتي براحتك، انا بس كنت بحاول محاوله اخيره،
كان نفسي ترجعي معايا ونتلم سوا زي زمان. يا حبيبتي طب ما احنا فيها، ما انا قلت لك استقري هنا واشتغلي، انت اللي مش راضيه. اشتغل؟ لا طبعا، هو انا مهما اشتغلت هنا هيدوني كام يعني؟ الفلوس مش كل حاجه يا وفاء. يا علاء، علاء. ايوه يا حبيبي انا هنا اهو. انت فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. معلش انا مستعجل همشي على طول، كنت عايز اتكلم معاكي بس كلمتين. حاضر يا حبيبي انا جايه حالا. طيب انا مستني. كملي انت لم الغسيل. ماشي يا حبيبتي. اصل انا يا ستي. ايه يا حبيبي في ايه؟ لا ولا حاجه، كنت جاي لك، كنت عايز استلف منك قرشين كده يعني. يا خبر، الموضوع ده يعني محتاج كل المقدمات دي؟ ما انا قلت لك خد الفلوس عشان احمد. لا الفلوس دي مش عشان احمد، الفلوس دي عشان الموضوع اللي كنت كلمتك فيه قبل كده. يا حبيبي دي فلوسك. لا مش فلوسي، دي سلف وهردها لك تاني. ثانيه واحده هجيبها لك واجي. ايوه انت هات الكرسي ده هنا. هات. ايوه الله ينور عليك. شد حيلكوا يا رجاله، ده احنا كده تمام قوي يا سعاده البيت. ما تنساش يا سعاده الباشا انك شال البضاعه دي بعد صلاه الظهر، ويا دوب على بال ما اتنقلت من المناصره لحد هنا يا سعاده البيت. بسرعه يا درويش ارجوك. حالا يا سعاده البيت. يلا يا رجاله شدوا حيلكم مال. الهمه يا رجاله. ايوه كده الله ينور عليك، الله يكرمك. يلا يا حبيبي يلا. هقول ايه بس يا حبيبتي؟ قول لي ايه اللي بيجري لك؟ انا مش لاقياك يا امي، ولا بترد على تليفوناتي، ولا بتروح شغلك، ولا حتى بتروح شغل تاني. والاغرب من كده ان عندك في البيت فاكرين انك لسه بتروح البلاتوه. وانت قلت لهم ان انا ما بروحش البلاتوه؟ ما تخافش انا مش عبيطه، انا حاسه ان الحكايه فيها ان بس يا ترى بقى ممكن اعرفها؟ والله يا حبيبتي ما في حاجة، هي بس الحكاية ان انا يعني في فترة اعادة حسابات مع نفسي وكده. ويا ترى انا بقى حطيتني في حساباتك دي ولا انا خرجتني منها خالص؟ ليه بتقولي كده يا حبيبتي؟ مش عارف ليه بقول كده؟ او لا والله العظيم انا ما حبيتش حد غيرك في الدنيا، بس بس ايه؟ اتكلم قولي مالك في ايه؟ بس استحمليني الفترة دي، أنا بس زي ما تقولي كده إن أنا في حالة عدم اتزان مع نفسي، يعني بشوف إيه اللي وصلت له وطموحي راح فين، فاهماني؟ أنا عمري ما تخليت عنك يا أمجد، ولا مستعدة إني أتخلى عنك، بس أنت اللي بتبعد، مش عارفة ليه ولا على فين. أهرب أروح فين يعني؟ ما أنا معاك أهو، بطلي أنا بقى. مش قبل ما أعرف أنت كنت فين الأيام اللي فاتت، ومين اللي واخد وقتك قوي كده؟ يا ستي وحياتك ما في اي حاجه، هيكون في مين يعني؟ انا طبعا، امال هيكون مين يعني؟ ايوه يا شوشو، في كيمياء بيني وبينه هايله وجميله. لا 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 مش طمعان فيا ولا حاجه، ده ابن ناس وطيب قوي. يا شوشو ده انا حاسه بسعاده ما تتوصفش، واخيرا لقيت اللي يخاف عليا وخاف عليه. لا 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 مسألة السن دي ما فكرناش فيها خالص. يا شوشو أنا سعيدة، سعيدة قوي. اهلا اهلا. ايه ده الجميله دي؟ خليك مرتاح، خليك مرتاح وقاعد.
ايه اللي انت عملت ده؟ اتصلت بيا وكلمتني واديتني العنوان، شقة دي ولا مكتب ولا ايه بالظبط؟ واليافطة اللي مكتوب بره عليها وفيق ابو الفضل المحاسب القانوني، ايه ده؟ هو كده فعلا، ده مكتب المحاسب القانوني الشاطر جدا وفيق ابو الفضل. بجد يا وفيق؟ طبعا بجد، انا بهزر. بقى هي دي الحاجة كانت واخداك مننا الفترة اللي فاتت دي كلها؟ مش بالذمة تستاهل؟ اقعد استريح. طبعا تستاهل، تستاهل ونص وثلاث ارباع كمان. بس قول لي يا وفيق، انت كده مش هتشتغل مع اخوك في مكتب الاتصالات؟ والله يا ميرفت انا مش عارف. مش عارفه. عموما انت لما بتعمل حاجه بتحبها يبقى كلنا مطمئنين عليك خلاص. بس ليا سؤال بقى يا استاذ. عارف سؤالي، الشغل. هتساليني هجيب شغل للمكتب ازاي؟ اقول لك يا ستي، ليا واحد صاحبي هو اللي هيجيب لي شغل في البدايه للمكتب. بيني وبينك في البدايه الشغل هيكون متباطن، اول ما المكتب يتعرف ويسيب صدى كويس عند الشركات وفي السوق هيجيب لي شغل من شركات كتير جدا وشغل معلن بقى. عموما ربنا يوفقك. بس في حاجه كمان عاوز اعرفها، المكتب ده والبيت ده فرشته منين وجبت فلوسه ازاي ومن مين يعني؟ استلفت من مين؟ هو صاحبي نفسه اللي هيجيب لي شغل للمكتب هو اللي سلفته، زي ما انت شايفة يعني مكتب بسيط وقانون جديد ويا دوبك بس جبت شوية الفرش دول. طب وصاحبك ده انا اعرفه؟ والله انا مش عارف انت تفتكريه ولا لا يا ميرفت. فاكراه؟ فاضل الكرداني. فاضل الكرداني ده شخصية محترمة جدا. المهم انك تعمل الحاجة اللي انت بتحبها، ده اهم حاجة في الموضوع. والله يا ميرفت اللي حصل ده فضل من ربنا، وبعدين احمد ابني شجعني وزرع جوايا الفكرة دي. طبعا مصدقك يا انجل، انا ليه خبرة في الحياة اقدر افهم البني ادم اللي قدامي من عينيه. بذمتك عناية ما قالتلكيش ان انا منفسيش من الدنيا بس غير ان اكون جنبك؟ عينك مش بس قالت كده. امال قالت ايه الصايعة دي؟ قالت لي انك مش هتقدر تستغنى عني، اني هكون اهم حاجة في حياتك. انت لسه هتكوني؟ ما انت بقيتي خلاص. انا خلاص مش فاكر حد في الدنيا غيرك. بجد؟ بس حاسة انك بتكذب. انا بكذب؟ طب يعني في عينيك كده؟ ياه بجد يا امجد، ايه السعادة اللي انا عايشة فيها دي؟ ولسه انا هخليكي اسعد واحدة في الدنيا. انا فعلا سعيدة قوي، انت مش متخيل. يا رب. انت عارف السعادة دي خلتني جعانة. جعانة؟ ايوه. تيجي نتغدى؟ ايه ما تبصش في الساعة. ما هو اصل ايه بس؟ والله انا كمان جعان، بس اصل هما كلموني اكتر من مرة على الموبايل وعايزين ناجي. تيجي فين بس؟ اصل انا لازم انزل مصر. ما احنا في مصر. لا ما انا عارف ان احنا في مصر، يعني لازم انزل القاهرة قلقانين عليا. هعمل نفسي ما سمعتش حاجة. طب خلاص يعني نتغدى بسرعة ونروح. ماشي يعني شوية كده. الجو الجميل ده وعايز تفكر تنزل مصر؟ ايه ده؟ والله انا كان عليا مش عايز انزل خالص. طب خلينا كده مبسوطين مع بعض. بجد يا احمد you have no idea ازاي انا مبسوطة انك جنبي هنا. لو كنت عارف كده من زمان كنت تعبت عشان تفضل جنبي على طول. ماهي انا في كل الاحوال مش ممكن اسيبك او اتخلى عنك، لانك اولا بنت خالي. بغض النظر بقى عن الظروف والخلافات اللي بيننا وبين باباكي. اتفضل يا استاذ احمد. تسلم ايدي كده. ده يا احمد لازم تفهم اني ماليش دعوه باللي بيعمله بابي. انا بحبك وبحب طنط مرفت قوي. انا عارف حقيقي يا استاذ احمد، دي بتحب عمتها الدكتوره مرفت قوي وبتشتاق لها اكتر من اي حد من قرايبها. انا عارف يا ده نادرة، والله اصلها قلبها طيب زي ماما بالظبط. ايه اللي قلبها؟ ده قلبها ده زي اللي يا ماما البيضة، يرفرف على اللي ليها واللي مش ليها كمان. ايه اللي قلبها؟ هو في طيبة قلبها ولا حديتها؟ ايه بقى شكلك كده؟ استحليتي القعده بقى في المستشفى؟ ايه مش هتخرجي ولا ايه؟ لا انا مش عايزه اخرج من المستشفى خالص. يا حبيبتي بعد الشر، ليه بتقولي كده؟ عشان احمد يفضل يجيلي كل يوم ويفضل هنا جنبي على طول.
وبعدين فيكي بقى؟ انتي موديانا لحد فين؟ يعني من الاخر سستمت دماغها. مش قوي. اصل زي ما تقولي كده انا كنت فعلا صريح معاها لما قلت لها ما حبيتش حد غيرك والحاجات دي. ما انت يا فاشل اللي ما اديتش فرصه لنفسك انك تحب حد غيرها. ما كانت قدامك ميتاي، دي كانت فرصه مستنيه. بنت زي القمر، معاها فلوس، راكبه عربيه نظيفه، واهلها ناس اغنياء. انت اللي ضيعتها من ايدك. يا بنتي ما هتاب كان باين عليها قوي انها مياله لاحمد، وانت عشان كده يا ابو قلبي كبير سبتهاله. المشكله دلوقتي مش في هتاب، المشكله في زهير. انا مش عارف افهم طبيعه العلاقه بينه وبينها لحد دلوقتي بصراحه. يا امجد هي فعلا حاجه تحير، انا برضو مش فاهمه. يعني انا مش عارفه هي واخداك ايه بالظبط، يعني صاحب ولا انتيم ولا يمكن جواز. بقولك ايه، ما تقعدني معاها. قعدك معاها تعملي ايه بعدتك معاها؟ يا هم اتعرف عليها وقلبها لك، اشوفها عايزه منك ايه بالظبط. وبعدين هي المفروض تفرح يعني لما تعرف انك عايز تعرفها على حد من اهلك. ده هتزقطط. اصبر بس، امسك، خد كلمة. خد ايه بس؟ اصبري بس، انت ايه على طول كده؟ استني انا هجيبها لها بطريقتي كده لما اشوفها. يا ابني هي مستاهله، مش مستاهله كل اللي انت بتعمله ده. يا بنتي ماشي، انا ما عنديش مشكله، بس اصبري لما اقابلها وافنطها كده وبعدين اقول لك. ماشي يا امجد، براحتك. لا 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 يا رفاق، مش دلوقتي، لا ما ينفعش. ازاي بس؟ لا لا اتقل شويه. اول ما يوصل 65 بيه على طول. ماشي؟ طيب احنا مع بعض على التليفون. سلام. مش هتتصرف بقى في المصيبه اللي احنا واقعين فيها دي؟ ايه؟ قطر في ايه؟ الله، مصيبه ايه تتكلم عنها؟ بقول لك ايه؟ امور السهتانه دي انا ما بحبهاش. اذا كنت فاكر ان انا هسيب بنتي لابن اختك تبقى غلطان. وانا هسمع بحاجه زي دي؟ انا يمكن اسمع بحاجه زي كده. انا مستني بس البنت بتخرج من المستشفى وليها تصريف تاني. البنت مالهاش دعوه، ابن اختك هو اللي لف عقلها. اه طبعا. وماي ما بتفهمش حاجه في الحاجات دي. تلاقي اختك هي اللي زقته، فاكره انه لما ياكل عقل البنت ممكن يتجوزها ويحط ايده على فلوسها. اكيد طبعا. ولما هو اكيد طبعا مستني ايه؟ روح لهم طربق الدنيا فوق دماغهم، هددهم، قول لهم هوديك ورا الشمس. على فكره بقى، انا ممكن اكلم انكر رياض اخو بابا، بس انا سايبه التصرف الاخير ليك انت برضه. يا ستي لا اخو بابا ولا اخو ماما، انا هوريكي بقى انا هعمل ايه. ما هو ما فاضلش بقى غير ميرفت وجوزها ده يضحكوا على البنت بنتي. بس اوعى تتكلم مع ماهي، الدكتور قال ما تضغطوش على اعصابها، وانا ما عنديش اي استعداد اتعب بنتي. الكلام مش هيبقى مع ماهي، الكلام هيبقى مع ميرفت. الف الف مبروك يا وفيق، انا فرحانه قوي انك فتحت المكتب. ربنا يخليك يا حبيبتي، والله ان شاء الله انا متفائل بالمكتب ده قوي وبشراكتي مع فاطر. بس انت مش كنت وفرت الفلوس وخدت لك اوضه هنا في الشقه؟ كنت فتحت مكتبك وسطينا، وفرت عليك الفلوس، وفرت عليك التعب في المروح والمجي. لا لا ولا يهمك، بس ما ينفعش يا ميرفت، ما ينفعش يعني اعمل مكتب جوه البيت، يعني هقلقك وهقلق الاولاد. وبعدين بيني وبينك انا ما بحبش حد غريب يجي لي بيتي. بس انا عليه عليك كتب صغير. خير يا مرف؟ بدل ما كنت تستلف من واحد صاحبك، مش كنت تاخد من فلوسك اللي في البنك؟ يا ستي الفلوس اللي انت وفرتيها في البنك دي هيتفتح لها مليون باب. الفلوس دي احنا سايبينها عشان مستقبل الاولاد، وبعدين دي مش فلوسي، دي فلوسك انت يا حبيبتي. يا حبيبي انا وانت واحد، مفيش اي فرق بيننا.
سعاده البيه. اهلا، صباح الخير يا درويش. حضرتك لسه قاعد من امبارح يا بيه؟ ايه تاني؟ حتى اللقمه بحطتها من امبارح يا سعاده البيه. ايه ده؟ السندوتشات دي جت امتى؟ دي جت من امبارح بالليل يا سعاده البيه. ما خدتش بالي. بس بيني وبينك انا خلصت شويه شغل حلوين قوي وفي وقت قياسي. ربنا يكرمك ويكبر بخاطرك يا سعاده البيه. والله والله العظيم انت راجل طيب وتستاهل كل خير. والله انت اللي طيب يا درويش، ربنا سبحانه وتعالى بعتك هديه ليا. بص بقى، عايزك تنزل تجيب لنا شويه طعميه سخنين كده وطبق فول محبش وشويه عيش مفقع ونقعد انا وانت نفطر مع بعض. انا افطر مع حضرتك يا سعاده البيه؟ الله يكبر بخاطرك. ربنا يكبر بخاطرك انت. ما تفطرش معايا ليه؟ انا افطر لوحدي. هوا يا سعاده البيه، هروح اجيب لك احسن اكل في الدنيا عشان انت بس ما اكلتش من امبارح. بعد اذنك يا بيه. بعد اذنك يا بيه. ايوه، الو، يا مربت. ها حبيبتي. ايه، صباح الفل. صباح الفل. لا الحمد لله خلصت. لا طبعا، انا هنام ازاي انا؟ طب حتى لو هنام، هنام فين؟ ها؟ لا مش هرجع دلوقتي، هاخد الشغل وهروح اقابل فاضل عشان نشوف هنعمل ايه. لا لا، ما تربطيش نفسك بيا. ها، انزل انت لو عايزه. امال هترجع انت ان شاء الله؟ على اخر النهار. طيب انا هرجع الساعه 5 كده ان شاء الله. طيب يا حبيبي، ترجع بالف سلامه. لا اله الا الله. انت نمت ولا ايه؟ لا تعالي، ما نمتش، اتفضل. طب انا عامله لك بقى كوبايه لبن دافيه عشان تشربها وتنام. لا انا مش هنام، انا هقعد معاكي شويه لغايه ما الولاد يجوا من المدرسه، اطمن عليهم واشوفهم وبعدين امشي على طول. هتمشي يعني؟ هتروح تنام في البيت التاني؟ لا مش قصدي، انا هروح اعد على فاضل. ادعي لي ربنا يسهل ويكون جايب لي شغل جديد. يا رب يا حبيبي، ربنا يرزقك رزق واسع ان شاء الله. بيني وبينك انا عاوز ارجع لك المبلغ اللي انا استلفته منك في اسرع وقت. ده كلام يا حبيبي؟ دي فلوسك اساسا. بصي، دي فلوس خرجت من ذمتي ليكي وللولاد ولازم تاخدوها تاني. هو انت وميرفت حاجه واحده؟ انا ما اقصدش، انا قصدي يعني بالنسبه للماديات، كل ما اقول لكم على حاجه بخصوص ماديات تقولوا دي فلوسك. فلوسك. استغفر الله العظيم. خلاص انا اسف. خلاص يا فايزه، مش هقول كده تاني. والله الكلمه طلعت غصب عني، ما اقصدش. انا عارف ان ده بيزعلك، تعالي بس. أنا آسف، أنا مش قصدي يا ستي. يا سيدي ولا قصدك؟ حصل خير؟ وفيق، أنت ليه صحيح ما قلتليش أجي أزورك في المكتب بتاعك الجديد؟ المكتب؟ آه والله. أصل أنت برضو ساعة مكتب الاتصالات قلتلي ما تجيش عشان ولادك كانوا رايحين جايين على هناك. أنا عارف إن أنا يعني مقصر في حقك في حاجات كتير يا فايزة، معلش غصب عني، بس أنا عارف إن أنتِ برضو يعني مستوعباني ومقدرة ظروفي. أنا مش بقول لك كده عشان تقولي الكلام ده، أنا بقول لك بس عشان أفكرك إن أنت كان المفروض دي يجي منك أنت، مش تستنى لما أنا أقول لك. أنا آسف. على كل حال يا ست فايزة، أنتِ تيجي تنوري المكتب في أي وقت. بس ايه يا وفيق؟ لا انا مش قصدي حاجه، تيجي في اي وقت، بس يعني تبقي تقولي لي قبلها علشان اكون على الاقل في انتظارك يعني. عشان تكون في انتظاري ولا
عشان ما يكونش في حد موجود. خلاص يا ست، شوفي الوقت اللي يناسبك وانا وانت نروح مع بعض. خلاص اقوم احضر الغدا بسرعه، نتغدى وبعدين نتفق. لا لا يا حبيبتي، غدر ايه دلوقتي؟ طب يا امجد تيجي نخرج؟ ايه رايك نروح الشاليه؟ لا مالك يا عم، هو النهارده كل حاجه بقولها لك مش موافق عليها ليه كده؟ انت يعني عايزه تزوغي من مقابله مروه واختي باي شكل وخلاص؟ يا امجد وانت ليه مصر على المقابله دي؟ انت ليه مصر انها ما تحصلش؟ يا امجد يا حبيبي هقول لها ايه بس؟ انت ليه مش مقدر موقفي؟ انا محرجه منها جدا. محرجه ايه بس؟ في واحده زي القمر زي كده تتحرج وانت رقيقه كده، وبعدين احنا بنعمل حاجه غلط. يا امجد انت بجد بتحبني؟ بس ده انا بموت فيكي يا روح قلبي يا امجد. انا مش طالبه من ربنا اكتر من كده. انا خليك ليا يا حبيبتي، انا بس كل اللي طالبه منك انك تقعدي مع مروه، يهمني جدا المقابله دي. ارجوك افهمني يا امجد، انت عرفتني وعرفت طبيعتي وعرفت انا محتاجه ايه منك بالظبط، لكن اي حد تاني مش هيعرف كده. لا ما تقلقيش، هي فاهمه كل حاجه. يعني ايه؟ انت جايبها عشان تقول لك رايها فيا مثلا؟ ايه الكلام ده بقى؟ ينفع كده؟ رايي ايه وبتاع ايه؟ كل الموضوع ان انا ومروه اخوات توأم، في بينا حاجات مشتركه كتير، ما بخبيش عنها حاجه، عارفه كل الباك جراوند اللي بينا، بس يعني. يعني انت متاكد انها مش هتظن فيا اي ظن سيء؟ ظن سيء؟ يا نهار ابيض، طب هي بس تظن ظن سيء. امال بقى هتعملي ايه لما اعرفك ببقيه اخواتي؟ وبابا وماما. مامتك وباباك؟ اه. طب ودول لما هقابلهم اقول لهم ايه بقى ان شاء الله؟ اتفضل. الله، بسم الله ما شاء الله، حلو قوي يا وفيق، يا رب يجعله قدم السعد عليك. علينا كلنا ان شاء الله. الحمد لله على السلامه يا سعاده البيه، جيت امتى؟ لسه داخل قدامك دلوقتي حالا يا درويش. دي المدام جت سالت على حضرتك ولسه ماشيه من شويه. انت متاكد؟ ايوه طبعا، الست ميرفت هاني، هو انا هتوه عنها من ساعه ما كانت هنا. ما قالتش اذا كانت هترجع تاني ولا لا؟ لا ما قالتش. اتفضل اتفضل. تحب اعمل لكم شاي يا سعاده البيه؟ تشربي شاي؟ لا شكرا. طيب اتفضل. هي الست هاني يا سعاده البيه تبقى اخت حضرتك برضه؟ ادخل اعمل لك كوبايه شاي. ادخل بطل رغي. حاضر يا سعاده البيه. حاضر. اتفضل. تعالى يا فايزة تعالى. ايه رايك في المكتب؟ يلا الحمد لله. اتفضل. اتفضلي يا فايزه اتفضلي. مش يا فايزه الواحد اصله مع الاشكال اللي زي درويش دي بيحاول ما يعملش اي حاجه علشان يتفادى المشاكل والصدام مع اي حد. مش قادر تقدمني للناس على ان انا مراتك. لحد هنا بقى وهقول لك لا. مش هينفع. لان ده ما كانش اتفقنا. يعني ايه؟ اتفقنا ان احنا نخبي عن مراتك، نخبي عن ولادك، لكن تخبي عن الناس ان انا مراتك ده منتهى الاهانه. اهانه انا ما قبلهاش. يا فايزه يا فايزه
درويش يعرف ميرفت كويس وشافها هنا لما جات لي. لما حبت تجي لك المكتب جت براحتها، وانا قعدت اتحايل عليك واتذلل لك انك تجيب. دايما بتبديها عليا في كل حاجه. هو ده العدل بتاع ربنا؟ يا بنت الحلال انا مش ناقص مشاكل، بقول لك انا ما بحبش المشاكل، انا مش حمل مشاكل. هنرجع للموال ده تاني. ايه وفي، انا لما اتجوزتك ما كنتش اعرف ان انا هخلف منك، هخلف ولاد يخلوني استحمل اي حاجة في الدنيا عشان تفضل وسطيهم. ما كنتش اعرف ان انت هتحصل لك حادثة تخليك تنزل مصر بشكل نهائي، واضطر انزل كمان معاك واتحط في مقارنة سخيفة مع واحدة معرفهاش. وده اللي حصل يا فايزة. ايه بقى اللي ممكن يحصل من وجهة نظرك؟ ايه وفيق، انت عايزني اطلبها منك ولا ايه؟ دي ايه دي؟ ورقة الطلاق. طلاق ايه؟ انا ما جبتش ست الطلاق لا من بعيد ولا من قريب. ما جبتش سيرته؟ بس واضح ان انت مستنيني اطلبه. لا بقى، ده واضح ان انت يا فايزة اللي اعصابك تعبانة ومتوترة، والحوار هياخدنا المنطقة سخيفة وما بحبش اتكلم فيها دلوقتي. انا هشتغل معاك. هتشتغل معايا ايه ان شاء الله؟ سكرتيرة. واوعى تقولي ان انت جبت سكرتيرة. ازاي بقى يعني؟ زي الناس، لازم اضمن لنفسي وجود في حياتك، وده مش هيحصل غير لما اشتغل معاك هنا. يا علي يا فايزة ربنا يهديك، انا ما قصرتش في الزيارات ليكوا الا لما كانت اختك وفاء عندكم، لكن بقى مشيت خلاص. شفت؟ اديك اهو بنفسك قلت زياراتي ليكم. في حد يقول كده؟ زيارات يعني حاجه بتقضي بيها واجب وخلاص. انت عايزه ايه دلوقتي يا فايزه؟ عايزه اللي انا قلت عليه. ما ينفعش. لا يا وفي، هينفع ويكون في علمك بقى، عمري ما هطلب منك الطلاق، وعمري ما هسمح لك انك تطلقني. لازم احافظ على حقي فيك وحق ولادي لحد اخر يوم في عمري. انا حاسه ان احنا رجعنا وبقينا زي الاول. مش عارفه، حاسه ان كل واحد فينا بيساعد التاني وبنحاول نشتغل، وانا واثقه ان شاء الله ربنا هيعوض كل اللي فات. طبعا يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا هيديكوا ويعوضكوا، خصوصا بعد حبك الكبير قوي ده لجوزك وثقتك العمياء فيه. بس ربنا ان شاء الله كمان هو هيديله، لانه اي واحد غيره كان يستسلم وقعد يبكي على الاطلال، لكن هو اشتغل وابتدى من جديد. والحقيقه قلوبنا حاسه ان هو بيحبني قوي وعاوز يعمل اي حاجه علشان يرضيني ويسعدني. زمان دلوقتي قاعد مستنيني في البيت. يلا مش مروحه؟ يا حبيبتي يلا. خليكي معايا، خليكي معايا. مش شايف وفيق؟ شكرا يا ام عمرو، شكرا. تأمرش بأي حاجة تانية؟ لا متشكر قوي قوي. مساء الخير. مساء النور يا ساح. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازاي؟ فين الناس؟ ست مروه نايمه والاستاذ وفيق في البلكونه بيشرب شاي. والله؟ ده في البلكونه. طيب يا عمرو شكرا. ماشي. يا فايزه، مين اللي جاب سيره الطلاق دلوقتي؟ يا فايزة انت مراتي وام عيالي، اطلقك ازاي بس؟ طبعا يا فايزة بحبك، ما انا عايش معاك ازاي يعني؟ عيب انك تقولي كده. كفاية انك ضحيت علشاني، جيتي مصر وقعدت جنبي وسبت اهلك وناسك وقرايبك وصحابك، وانا انسى حاجة زي دي؟ لا، هاجيلكوا طب كل يوم هاجيلكوا. سلميلي على الولاد وقولي لهم بابا بيسلم عليكم، وبكره الصبح هعدي عليكم ان شاء الله. خلاص، وكل يوم هجيلك. ماشي يا فايزة. خلاص صافي يا لبن. ماشي، مع السلامة يا فايزة، مع السلامة. يا ستات دول والله عقلهم صغير.